السلام عليكم، اهلا بيكم. الحلقه دي هنتكلم عن مشكله بتواجه ناس كتير ومنتشره في العالم وخصوصا في العالم العربي، وهي مشكله شوكه القدم او مسمار القدم. مشكله مزعجه وبتسبب الام وازعاج كبير جدا لناس كتير على مستوى العالم العربي. النهارده هنعرف ايه هي وايه طرق العلاج المتاحه الطبيعيه والغير طبيعيه كمان. خليكم معايا لنهايه الحلقه. معاكم دكتور احمد البجوري، دكتور العلاج الطبيعي واخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بيكم وانتم بتتفرجوا على قناه سوبر هيلثي للتغذيه العلاجية والثقافة الطبية. خلونا نبدأ بتفسير ما هي الشوكة العظمية. الشوكة العظمية هي زائدة عظمية بتحصل في القدم من تحت، يا إما في الكعب من تحت قريب من بطن القدم، أو في الكعب من وراء عند وتر أكيلس كده، ودي بتبقى عاملة زي الشوكة أو المسمار اللي بيغرز في اللحم بتاع الرجل من تحت، ولذلك هي مزعجة للغاية، لأن حرفيا يا جماعة في شوكة في الجسم من جوه بتضغط على اللحم، واللحم بيضغط من هنا على الأرض، ولذلك هي مؤلمة للغاية. أسبابها مش معروفة قوي ومش عارفين ايه السبب الرئيسي بتاعها، ولكن يعتقد ان هي نتيجة ان التحميل الزائد على القدم او لبس حذاء غير مناسب لفترات طويلة وسنوات طويلة. الناس اللي بتمشي على الارض او على البلاط او على السيراميك من غير حذاء لفترات طويلة، دايما معظم الناس العملاء او معظم المرضى اللي جالهم المشكلة دي كانت بسبب ان هم ما بيلبسوش حذاء او ما بيلبسوش باقي جيد يمنعهم او يحميهم من الضغط المباشر مع الارض الصلبة اللي هي زي السيراميك او البلاط، او نتيجة التحميل العالي قوي على الرجل زي مثلا الرياضات المختلفة زي رياضة كرة القدم او اي رياضة فيها تحميل شديد جدا جدا على الرجل، وخصوصا كمان على وتر اكيلس. في رياضيين كتير جدا يجيلهم الشوكة العظمية في وتر اكيلس من تحت، وده مؤلم للغاية وممكن يوقف مسيرتك الكروية او مسيرتك الرياضية. طيب تعالوا نشرح ايه العلامات المميزة اللي نقول ان دي شوكة عظمية. اولا هتلاقي نفسك بتتألم جدا في الصباح الباكر، اول ما بتصحى بتبقى مش قادر تدوس على رجليك حرفيا. ليه؟ لان لسه دورة دموية ما مشتش، لسه جسمك بارد كده، خصوصا في وقت الشتاء تلاقي نفسك بتتألم جدا في فترات الصباح الباكر. احيانا كمان بقى ممكن تشعر بالألم مع كثرة العمل، وانت شغال ما بتحسش بوجع قوي، بس بعد ما تيجي ترتاح تبدأ تشعر بوجع شوية، او لو انت بتشتغل لفترة طويلة واقف لفترات طويلة مع ساعة 2 3 4 تلاقي نفسك تعبت تاني. طيب الشوكة العظمية في بداية اليوم بتبقى بتوجع، وبعد كده لما جسمك يسخن وتتحرك بتهدى شوية، وبعد كده لو اشتغلت كتير ترجع توجعك تاني. طبعا في نهاية اليوم تلاقيها في نشران او نبح او وجع عامل زي كده في الرجل، وده وجع الالتهاب نتيجة الالتهاب، شوكة بتحفر في لحم وتحت ضغط، طبعا التهاب شديد جدا جدا يا جماعة. طيب تعالوا نتكلم عن الحلول اللي هنستخدمها لحل هذه المشكلة. اول حاجة ان انت هتلبس حذاء مناسب، وهتحط فرشة من السيليكون في هذا الحذاء، ويفضل ان الفرشة دي تكون فيها هاي ارك، ان يكون فيها ارتفاع عند الارك بتاع القدم. دايما كلنا كده عندنا قوس في القدم، القوس ده حاول تجيب حاجة تدعم هذا القوس او ترفعه شوية، بحيث ان احنا نقلل الضغط ونخف الضغط من على الشوكة اللي بتغرز في اللحم اللي اتكلمنا عليها من شوية. رقم 2، كمادات الثلج على المكان المصاب او المكان اللي فيه المشكلة، تحط كمادات ثلج 15 دقيقة وتكون حاططها داخل منشفة او فوطة علشان يبقاش في احتكاك مباشر ما بين جسمك وما بين الثلج، عشان ما يحصل لكش قرصة ثلج. الثلج هيقلل الالتهابات وهيعزز الدورة الدموية اللي رايحة للمنطقة دي. رقم 3، مسكنات الألم ومخفضات الألم ومضادات الالتهاب، ودي طبعا دكتور العظام بيوصفها لك لو الحالة شديدة قوي ومش قادر تتحمل وفي وجع شديد ومؤثر على حياتك العملية واليومية. ولكن تحذير، ما ينفعش تاخد الأدوية مضادات الالتهاب بشكل متكرر زي ديكليفونيك صوديوم او بوتاسيوم او ألفين او فولترين او الحاجات المشهورة دي، ما ينفعش تاخدها بشكل مستمر، لان طبعا المشكلة موجودة في جسمك كرونيك مزمنة ما بتروحش، موجودة استمرار، فانت مش هينفع تاخد الادويه شهر 2 3 سنه 2 3. الادويه دي للاسف ليها اثار جانبيه شديده جدا على المدى الطويل، زي بتؤثر على الكليتين، بتؤثر على الجهاز الهضمي، وبتؤثر على الهضم، وبتقلل احماض المعده، ليها مشاكل كبيره جدا بس الاستخدام الطويل. لكن لو تاخدها 10 ايام مفيش مشكله، تحت اشراف الطبيب مفيش مشكله، بس لو لقيت نفسك بتاخدها لفترات طويله والدكتور كل مره يكررها لك، اعرف ان انت رايح في طريق مش كويس. رقم 4، بعض التمرينات العلاجية اللي هي تمرينات ستريتش او تمدد لمنطقة كف القدم من تحت،
بحيث ان انت تطول الاوتار شوية وتطول العضلات شوية بحيث ان هي برضو تعزز التدفق الدموي وتقلل التنشن اللي موجود على الشوكة دي. وده بيبقى عبارة عن انت وانت قاعد بتحاول تشد اصابعك لفوق كده وتحركها بالشكل ده، عملية تمدد باستمرار. تمدد احيانا بيقول عليه الاسترتش، تعمل استرتش المنطقة دي باستمرار. نيجي للحل رقم 5 وهو حل فعال جدا، وهو ابرة موضعية في مكان الشوكة. وده طبعا هيتم تطبيقه عن طريق دكتور عظام محترف، وده فعال جدا يا جماعة، وانا انصح بيه اي حد وصل لمرحلة ان هو مش قادر يشتغل، مش قادر ينزل الشغل، مؤثر على حياته، مؤثر على نفسيته، لان الالم كثرة الالم بتأثر على نفسيتك، ممكن تجيب لك اكتئاب. ولذلك لما توصل للمرحلة دي انا شايف ان ابرة موضوعية حل سريع ومنجز للغاية. الابرة دي بيبقى فيها مادة دوائية علاجية اسمها كورتيكوستيرويد او مضادات التهاب، ولكن مركزة ولوكال. لوكال يعني محددة المكان، مش بتشتغل على الجسم كله، يعني مش هتدخل في دمك وتقعد تلف في جسمك، لا، مركزة في المكان بالضبط. ودي بتبقى فعالة جدا يا جماعة، انا شفت نتائج رهيبة بصراحة. المريض بيتحسن في خلال مثلا 24 ساعة 48 ساعة، بيقعد مثلا حوالي 6 شهور، ممكن يقعد سنة لا يتألم. بس دي مش معناها ان انت انهيت المشكلة، المشكلة ما زالت موجودة، بس مضاد الالتهاب القوي ده ريحك وخلاك تقدر ترجع لوظيفتك الحيوية شوية شوية. مع اتباع باقي التعليمات وباقي الارشادات هتحس بتحسن كبير جدا لوقت طويل. اثارها الجانبية مش كبيرة قوي، الحبوب اللي انت بتاخدها من الفم اثارها الجانبية الحمد لله رب العالمين قليلة، ونتائج فعالة وعالية جدا بالنسبة للمرحلة اللي انت وصلت لها في المرض. نيجي للحل السادس وهو الحل الاخير، وهو احد اجهزة العلاج الطبيعي او العلاج الفيزيائي في بعض الدول العربية بيقول عليه العلاج الفيزيائي، وهو جهاز الموجات التصادمية شوك ويف. ده عبارة عن موجات تصادمية عالية بيدخلها الدكتور لجسمك بطريقة معينة، بيمسك في ايديه جهاز عامل زي المدفع كده، بيوجهه لمنطقة الشوكة ويبدأ يضرب عليها ضربات موجات تصادمية. الجهاز ده فعال جدا وشفت منه نتائج عبقرية بصراحة. الجهاز ده يعتبر اكثر شيء امن حتى الان في علاج الشوكة العظمية، واكثر فاعلية في علاج الشوكة العظمية. وانصحك لما تيجي تبدأ في هذا العلاج تبدأ في كل عوامل العلاج مرة واحدة، تاخد مضادات الالتهاب وتحط الثلج وتعمل العلاج الطبيعي بالموجات التصادمية، تاخد الباكج كلها على بعضها مرة واحدة عشان تخف بسرعة وفي وقت قليل جدا، وما تقعدش تعاين كتير وتأثر على حياتك وشغلك وعملك وحياتك الوظيفية. نرجع تاني للموجات التصادمية. الموجات التصادمية عبارة عن موجات صوتية معالية التردد جدا، والدكتور بيوجه المسدس الى المكان او المصاب ويبدأ يضرب ضربات تصادمية. انت مش هتحس بوجع بصراحة، ممكن تحس بوجع بسيط بس مش وجع، مش موجات يعني، مش مسدس يعني، بس احيانا بيبقى في وجع بسيط. طيب الجهاز ده اسمه الموجات التصادمية، بيشتغل ازاي يا دكتور احمد؟ عبارة عن الحركة الميكانيكية القوية اللي الجهاز ده بيعملها على الجسم. الحركة الميكانيكية القوية دي بتؤدي الى تفجير ميكانيكي للأنسجة المصابة. تفجير ميكانيكي بيعيد ترتيب الخلايا، ممكن يكسر الشوكة العظمية، وكمان يخلي الخلايا الجديدة تيجي وتنمو وتبدأ تحسن من أداء القطع. وطبعا لما الألم بيقل والدم بيجري بيعزز عملية الشفاء في المنطقة المصابة. كمان يعتقد أن الأثر الميكانيكي ده ليه أثر على الخلايا الجذعية في المنطقة، وبيحسن الأجهزة الحيوية والبيولوجية لإعادة الالتئام وإعادة بناء الأنسجة مرة أخرى. وبصراحة هو علاج فعال جدا في تقليل الألم وعلاج مشكلة الشوكة العظمية. أحيانا بتتراوح الجلسات من 6 إلى 12 جلسة، ولازم يكونوا بشكل متتابع ورا بعض، يعني تقريبا معدل جلستين أو 3 في الأسبوع. تمام، في ناس بتخف في 6 جلسات، في ناس بتخف في 10، في ناس بتخف في 12. أرجوك ما تبخلش على نفسك، استمر لأن نتائجه كويسة جدا، بتوصل لتقريبا 80% في معظم الحالات اللي بعتهم لزمايلي يعملوا موجات تصادمية من قبل. بصراحة بشوف نتائج مبشرة جدا، طبعا مش كل الحالات بتخف 80%، ودي نسبة عالية جدا يا جماعة، نسبة محترمة جدا جدا. تمام، ومع ده كله يا جماعة ما ينفعش، زي ما انا بوصيكوا دايما في سوبر هيلثي، ما ينفعش تطبق اي علاجات مع نفسك كده والسلام، لازم تروح للدكتور المختص هو يعملك العلاج اللازم بإذن الله رب العالمين. الفيديو ده وكل قناتنا ومحتوانا كله للثقافة الطبية علشان تبقى فاهم وتمشي في خطوات العلاج في اسرع وقت وتوصل لأعلى درجات الصحة في اسرع وقت. طيب نيجي لسؤال مهم جدا، هل هناك علاجات بالأعشاب والتغذية لمشكلة الشوكة العظمية؟ تعالوا ندردش. طبعا في حاجات طبيعية بتساعد على تقليل الالتهابات وتقليل الألم، ودي بنقول عليها العلاجات البديلة او الطب البديل شوية. زي ايه؟ اولا الكركم. الكركم معروف جدا ان هو مضاد التهابات قوي، ممكن تضيفه على الاكلات كلها، ممكن تعمله في مشروب وتشربه بشكل يومي، او ممكن كمان تحطه في وعاء وتنقع رجليك فيه 15 دقيقة كل يوم بالليل. وعاء ده تحط فيه مية مع ملح مع كركم مع زيت كرفس، وتعمل الخليط ده وتقلبه كويس، تحط رجلك فيه 15 دقيقة. رقم 2 من الاعشاب الطبيعية وهو الزنجبيل.
الزنجبيل ايضا معروف عنه بتخفيض الالام او تقليل الالام وتخفيض كمان الالتهابات. تقدر تاخده في شكل شرائح شاي الزنجبيل مثلا او انت تضيفه على الاكلات بتاعتك، ولكن مريض الضغط محتاج ان هو يحذر شويه في تناول الزنجبيل لانه بيرفع الضغط شويه. ونيجي لمنطقه الزيوت العشبيه، وفي زيوت عشبيه جميله جدا بتقلل الالتهابات برضو وبتخفف الالم، زي زيت اللافندر، زي زيت الكرفس، زي زيت الريحان، ودي ممكن ندلك بيها المنطقه المصابه او نضيفها على الميه السخنه اللي احنا ننقع رجلينا فيها بالليل. ونيجي عندنا كمان بقى ايه، اطعمه مضاده للالتهاب. الاطعمه المضاده للالتهاب دي بتساعدنا برضو ان جسمك يتخلص من الالتهاب بشكل عام ويتخلص من الالتهاب بشكل سريع. زي ايه مثلا؟ زي الافوكادو، زي زيت الزيتون، زي السلمون او الاوميجا 3 او المنتجات البحريه اللي بتحتوي على اوميجا 3. واحيانا ممكن نلجا لمكملات الغضاريف البحريه، ودي احيانا بنلجا ليها عشان تحسن بناء الغضاريف شويه. نيجي بعد كده لان انت لازم تتناول غذاء صحي وتعزز نفسك بالفيتامينات والمعادن اللي بتعالج مشكلة العظام، زي مثلا مشكلة فيتامين د. معظم مشاكل الشوكة العظمية بتبقى عندهم نقص في فيتامين د. ليه؟ لان عدم وجود فيتامين د في دمك فبيخلي الكالسيوم ما يروحش يترسم كويس في الاماكن المطلوبة في العظم الكبير. تلاقي نفسك عندك كالسيوم في دمك عمال يلف في دمك فيروح يترسب في حتت مش كويسة. زي ايه؟ زي الكعب القدم، ممكن يترسب بعد الشر في الكليتين، ممكن يترسب بعد الشر في اماكن كتيرة، اماكن رخوية في الجسم. ولكن وجود فيتامين د بيخلي الكالسيوم يمسك الكالسيوم يحطه في الاماكن الصحيحه اللي انت فعلا محتاج ان انت تستفيد بيه. وزي ما اتكلمنا قبل كده كتير عن فيتامين د، فيتامين د موجود في البيض، موجود في الجبنه القريش، موجود احيانا في سمك الماكريل والسردين والسلمون، وموجود كمان في السمنه البلدي. والكالسيوم كلنا عارفين الكالسيوم بيبقى موجود في اللبن وفي الزبادي وفي بعض حبوب اللوز والسمسم، موجود كتير جدا. الكالسيوم نادر لما تلاقي حد عنده نقص في الكالسيوم، دايما الناس عندها نقص في فيتامين د. لو انت بتاكل اكل صحي نادر يجي لك نقص في الكالسيوم. ونيجي لنقطه مهمه جدا يا جماعه، وهي تقليل الوزن. لو انت عندك سمنه او بتعاني من السمنه ووزنك كبير اوفر ويت ونازل وزن كبير جدا على رجليك، فده اوتوماتيك بالبديهه كده وزن كبير جدا نازل على شوكه بتغرز في اللحم، بتغرز على الارض، فده طبعا تحميل كبير جدا على الشوكه، بتعمل التهابات شديده جدا. فكل ما كان وزنك كبير كل ما كانت المشكله اكبر واكبر واكبر. فاذا لازم تشتغل على انقاص الوزن بشكل صحي وبشكل فعال وفي وقت قليل، وحاول تنتظم مع دكتور مش مع نفسك علشان تنزل بشكل سريع امن. مش شكل سريع وبس، لا، شكل سريع وامن، اللي هو بيتراوح من 4 الى 6 كيلو بالنسبه للسيدات في الشهر، او من 6 الى 8 كيلو في الشهر بالنسبه للرجال. كل ما تنزل كيلو جرام واحد كل ما انت خفيت الحمل اللي نازل على الشوكه العظميه بنسبه كبيره جدا. وفي النهايه يا جماعه احب اقول لكم ان برضو الشوكه العظميه مهما كان العلاجات الطبيعيه او العلاجات العشبيه ممكن تبقاش فعاله وبتتراوح من شخص الى شخص. احنا لازم نطبق كل الباكج، كل اللي انا قلته في الفيديو ده تطبقه كله على بعضه بحيث ان انت تتحسن بسرعه وتتخلص منها ان شاء الله باذن الله، وتبقى اخر الالام واخر الاحزان باذن الله رب العالمين. انصحك بالمتابعه والاشتراك في القناه علشان اساعدك انك تدير حياتك الصحيه باعلى كفاءه ممكنه. شكرا ليكم والسلام عليكم.